يا الله بسم الله. يا رب أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني أول شيء نجيب على استفسار بخصوص الحجر الذي سقط في من إحدى جدران بنيان المسجد الأقصى. يعني شهدنا اليوم، وأنا وضعت منشور على صفحتي، انه حجر سقط من الحائط الغربي للمسجد الاقصى، وهو حجر كبير، يعني ربما كان وزنه يقرب من نصف طن، يعني تقريبا 500 كيلو اكثر اقل، ولكنه حجر كبير جدا. ونعلم اخواني يعني هذه المنطقه اللي هي المنطقه الغربيه، يعني السور من الخارج يعني تم الاستيلاء عليه سنه 67 عندما دخلت بني إسرائيل بيت المقدس، وأول ما وضعت يدها على حارة المغاربة. وحارة المغاربة كانت تشمل ضمن موجوداتها اللي هو حائط البراق. بنعرف إخواني أنه المغاربة وجودهم في بيت المقدس من زمن طويل جدا، يعني هم معروفين لربما على زمن صلاح الدين الأيوبي، عندما دخلوا فاتحين إلى بيت المقدس كان معظم جيش أو غالب جيش أو كثير من جيش صلاح الدين في فتحه لبيت المقدس من بلاد المغرب العربي. وكانوا دخولهم عندما دخلوا إلى بيت المقدس كانوا يحملوا الأعلام، لذلك أطلق عليهم العلمي أو دار العلمي، ولازالت عائلة العلمي لغاية الآن موجودة في بيت المقدس، وهم أصولهم مغاربية من حملة الأعلام مع دخولهم لصلاح الدين. وصلاح الدين عندما يعني فتح بيت المقدس استأمن هؤلاء أو جزء من جيشه الأوفياء على هذه المنطقة لحساسيتها، ألا وهي المنطقة التي فيها حائط البراق. واستوطن هذا الجزء من هذا الجيش اللي استأمنه صلاح الدين على هذا الحائط في نفس المنطقة، رابط على هذا المكان في هذا المكان، وقام ببناء بيوتهم في هذا المكان، وأصبحت الحارة تسمى حارة المغارب. حتى أنه الباب الذي يدخل من هذه المنطقة، من منطقة حائط البراق إلى داخل المسجد الأقصى، يسمى
باب المغارب من أبواب المسجد الأقصى، وحتى أنه الباب الذي يدخل إلى داخل القدس ويطل على حارة المغارب أيضا اسمه باب المغارب. يعني باب المغارب عندنا بابين اسمهم باب المغارب، باب المغارب أحد أبواب بوابات القدس، والآخر أحد بوابات المسجد الأقصى، شبيها بباب الأصباط. يعني في عندنا بابين اسمهم باب الأصباط، أحدهم إلى سور القدس الذي يدخل إلى داخل القدس، وآخر إلى بوابات المسجد الأقصى. وأيضا إخواني نذكر، يعني هناك مسجد ملاصق أو داخل المسجد الأقصى، ملاصق للسور وملاصق للبوابة، اسمه مسجد المغارب. يعني حاليا يعني هو جزء من المتحف بطريقة ما، يعني ضموه للمتحف الإسلامي، ولكن كان هناك مسجد مخصوص اسمه مسجد المغارب، بالإضافة للمسجد اللي كان موجود للمغارب داخل حارة المغارب نفسه. نعرف يعني أول شغلة عملتها اليهود عند دخولهم إلى بيت المقدس، أول شغلة استولت على حارة المغارب. ليه؟ لأنها بدها من حارة المغارب تستولي على إيش؟ على سور المسجد الأقصى، ألا وهو حائط البراق. عندهم هم بسموه حائط المبكى، أو في الإنجليزي weeping wall، يعني حائط البكاء، ويسمى أيضا السور الغربي أو western wall في الإنجليزي، الجدار الغربي، ولكن هو سور وجزء لا يتجزأ من المسجد الأقصى، وجزء لا يتجزأ من حارة المغارب. ونقول أي تغيير يتم على بيت المقدس، موجوداتها، بناياتها، حاراتها، بيوتها، أماكنها، لا يعترف فيه. هذا التغيير إذا قام فيه الاحتلال في وقت الاحتلال يعتبر باطل. إحنا نعتبر هذا الاحتلال بخلاف أمر الله سبحانه وتعالى. وتكلمنا أنه عنا إحنا المسلمين، إحنا دستورنا هو القرآن الكريم، وهذا القرآن يحرم أو على أي مجموعة بشرية غير المسلمين أن تتصرف في الأرض المقدسة ككل، يحرم عليهم، ويحرم حتى على بني إسرائيل دخولها. فأصلا الدخول، دخول بني إسرائيل إلى الأرض المقدسة حرام شرعا وغير مقبول. وتكلمنا إخواني وقلنا ونادينا وقلنا للجميع، زعماء وحكاما وأمراء وعلماء وعامة، قلنا لهم يعني هناك فرق كبير ما بين أن تقول أنا ليس لي حيلة في دخول هؤلاء إلى الأرض المقدسة فتكون بحكم المضطر ولا إثم عليه، وما بين أن تقر هؤلاء وتقول لهم يعني ادخلوا أنا مش قادر أسوي لكم إشي، فلما تقول لهم ادخلوا أو ابقوا وأنا مش قادر أن أسوي لكم إشي، أنت ارتكبت إثم عظيم أمام الله سبحانه وتعالى. لا يجوز لك مع ضعف قوتك وقلة حيلتك أن تمسك أو تمكن أو تملك هؤلاء أي ذرة من تراب المسجد الأقصى. ليه؟ لأنه هذه الأرض كما قلنا إن الأرض لله، الله سبحانه وتعالى أورثها لأمة سيدنا محمد. نعود إلى حائط البراق. إحنا بنعرف أنه حائط البراق، بنعرف أنه مذكور في حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، في حديث مطول في حديث الإسراء والمعراج، أنه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام ليلة الإسراء والمعراج ربط البراق في هذه الحائط، في الحلقة التي اعتاد الأنبياء أن يربطوا فيها البراق. شو يعني؟ يعني البراق لم تكن دابة مخصوصة فقط للرسول عليه الصلاة والسلام، إنما كانت دابة لأنبياء كثيرين. من الأنبياء لا نعلم، ولكن في حديث الرسول يعني بينتنا إنه هاي الحلقة اعتادت الأنبياء أن تربط فيها البراق، معناه إنه أنبياء آخرين غير سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام حضروا إلى المسجد الأقصى على البراق وقاموا بربط البراق في هذه الحلقة، في هذه الحلقة، في هذا الصور. فهذه الحلقة إخواني يعني يد سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لامستها، وهذا الجدار وقف أمام سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، فهو جزء من شريعتنا، جزء من عقيدتنا، جزء من مسجدنا أو بناء مسجدنا. إخواني خلينا يعني نتكلم، يعني إذا أنت في عندك بيت، في العرف، لا نتكلم الآن في الشرع، نتكلم في العرف الموجود عندنا إحنا كمسلمين، أو في العرف اللي موجود عند الناس أجمعين. إذا كان في لك بيت، حيطان هذا البيت من الداخل والخارج ملكك،
ولا الحيط من الداخل ملكك والحيط من الخارج مش ملكك؟ طالما انه هذا الحيط، هذا الجدار، هذه الطوبة، هذه اللبنة، هذه الحجر انت وضعته في بنائك لهذا البيت، فمن الخارج انت تملكه ومن الداخل انت تملكه. وعادة اخواني البناء لا يكون على الحد، احنا ما بنبني على الحد، شو بنخلي؟ بنترك مسافة معينة ونبني في داخل ارضنا هذا البناء. يعني اعطيكم مثال اخواني، حاليا لو انسان بده ياخذ رخصة بناء من بلدية القدس وغلب الغلب اللي هي، واحنا بنعرف انه هذا يعني من اشباه المستحيلات، من اشباه المستحيلات، ولكن خلينا نحلم شوي ونقول انه انسان تمكن انه يقدم لرخصة. وشو يسوي؟ ياخذ رخصة وفي عنده ارض، شو بيشترطوا عليه؟ بيشترطوا عليه انه اذا في كان شارع او ممر يبعد 4 متر عن هذا الممر ويدخل في البناء، غير هيك ما بيعطوه ترخيص. فاذا انت بتقول انه يجب ان تبتعد عن حرم الطريق 4 متر عشان تخلي جدارك، كأنك انت بتقول جدارك ايضا انا علي ان انا احترمه بمسافة 4 متر. فاذا احنا تكلمنا انه هذا السور هو جزء من الاقصى، فالاصل انك انت تبعد عنه مسافة وما تمنع عملية الترميم اللي موجودة. ليش بقول تمنع عملية الترميم اللي موجودة؟ لانه احنا بنعرف انه هذه الحيطان وهذه الجدر اللي موجودة للمسجد الاقصى يعني يعتريها الخلل كأي جدار اخر، كأي بناء، ولا بد من صيانته بين الفترة والفترة. ونعلم اخواني قبل فترة زمنية انه في عنا السور اللي كان موجود للمسجد الاقصى في مقبرة الرحمة كان بحاجة ترميم، والحكومة الأردنية، لا نتكلم عن الأوقاف، نتكلم عن حكومة الأردنية بحالها بجلال شأنها قدمت للحكومة الإسرائيلية طلب انه تسمح لها انه شو تسوي؟ ترميم هذا الحائط. بالكم قديش اخذ وقت حتى حصلت الحكومة الأردنية على اذن هذا الترميم، بايش؟ بمراقبة واشراف بلدية القدس ودائرة الآثار. تعرف قديش؟ تقريبا 5 سنين والحكومة الأردنية تنتظر هذا الإذن، لحد ما أجاها الإذن وكانت الأوقاف تنزل السقالات من السور وتنزل عليها بنزول، يعني مش تطلع من المقبرة، تنزل على السور نفسه وترمم بوجود دائما مشرف من بلدية القدس ومشرف آخر من دائرة الآثار. فالأسوار بحاجة ترميم دائم. نقول هلأ هذه الأسوار اللي موجودة وللأسف حاليا هي تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي، وهو الآمر الناهي في عملية، يعني في كلمته ماذا يحدث بهذه الجدرة. فنقول إخواني إن كان هذا الجزء اللي موجود من الخارج، موجود الخارج باتجاه حائط البراق اللي انت بتسميه حائط المبكى، موجود في الحيز اللي انت مسيطر عليه وتمنع دائرة الأوقاف انها توصل له، فنتساءل كيف اذا سقط حجر كبير من هذا الحائط؟ فمعنى واحدة من تنتين، اما انك انت تتجاهل عملية ترميم هذا الحائط، او انك انت افتعلت شيء حتى انه يسقط هذا الحجر، واحدة من هذول التنتين. وفي الحالتين في هناك خلل وتقصير. نتذكر اخواني احنا بنعرف ان المسجد الاقصى يعني تحت هجمة شرسة عظيمة جدا، بحاول الاحتلال بطريقة ما وبكل طريقة انه يوصل ويضع يده داخل المسجد الاقصى. وقلنا في درس الامس وفي دروس سابقة قلنا احدى الطرق التي يعتقد هذا، يعني عقلية هؤلاء في تفكيرهم وفي علاقاتهم مع الله ومع الناس، انه اذا هو قام بترميم شيء شو اصبح عنده؟ اصبح عنده حقية امتلاكه او جزء من امتلاكه. بهاي العقلية هم بفكروا، فاحنا نقول نحن نرفض هذا التفكير جملة وتفصيلا، ونطالب اولا بانه تأتي لجنة تشرف عليها دائرة الاوقاف، الحكومة الاردنية، وما يكون معهم حدا لا من دائرة اثار ولا من بلدية، لان الامر يتعلق بمين؟ يتعلق بحق حصري للأردن اللي هو يشرف على المسجد الأقصى وموجوداته، سواء من الداخل فوق الأرض وتحت الأرض وعلى الجدران من الداخل أو من الخارج، حقية إدارة هذه المنشآت كلها جميعها للمملكة الأردنية الهاشمية
حاليا بنقول يعني هذا الحق تم اعطائه. يعني احنا لا نتكلم شرعا، نتكلم يعني على الواقع اللي صار في المفاوضات التي جرت او باتفاقية السلام التي جرت في وادي عربة. هاي الاتفاقية اعطت الاردن حق ادارة المسجد الاقصى، يعني حق ادارة المسجد الاقصى اذا كان هو المدير الها فمن حقه انه يجي يشرف يتطلع كيف نزل هذا الحجر. يعني نتساءل حجر كبير بهذا الحجم كيف يسقط. يعني احنا اخواني لما يكون في عندك على سبيل المثال قطعة ارض ولا اشي وبدك تنكش حجر موجود عندك عشان تقيمه، بدك تتعب الغلب اللي هي وتجيب باقر وتجيب جرافة وتجيب 10 عمال وتجيب شغلات كتيرة وانت تحفر وتقلع وتقيم وتحط عشان تقيم الحجر من محله. يعني الامر ليس بامر سهل انه يسقط لوحده، في هناك شيء، في هناك خلل، لربما كان في شيء يجري خلف او داخل الحائط من الداخل. فاذا انت منعت الاردن توصل فنتساءل يعني ما أهمية اتفاقية السلام اللي تم إبرامها في وادي عربي؟ نتساءل ما أهمية إن الأردن هو المشرف على كل الأماكن الدينية الإسلامية والنصرانية؟ ما أهميتها؟ نقيمها من الاتفاقية أو نقيم الاتفاقية كلها ونخلص، خلصنا هذا الموضوع. فنطالب إخواني أولا تكون في لجنة تقوم بفحص سبب سقوط هذا الحجر وفحص ما تحت الأماكن الموجودة تحتيه من الداخل ومن الخارج وكل الأحوال حتى نتأكد أنه ما في خلل تم عمله بفعل فاعل لسقوط هذا الحجر. لأنه إخواني ممكن بكل بساطة بعد ما سقط هذا الحجر تيجي بلدية القدس، تيجي دائرة الأثار، شو بتقول؟ أنا بدي أرمم هذا الحجر، بدي أسويه. في شو تسوي؟ تسكر المنطقة وتحط شادر. تتذكروا إخواني قبل فترة لربما عام أو عامين كانوا على سور القدس شو مسويين؟ يحطوا شوادر. انت ما تشوف شو في اعماله بيصير ورا الشادر. يعني احنا كنا نستغرب شو قالوا، بدنا ننظف الحجر. بس لما قاموا الشوادر شو لقينا؟ لقينا اثار مزروعه داخل الحجاره، مزروعه داخل الحجاره اللي فيها الشمع دانات الرموز اليهوديه. يعني هو غطى المنطقه كلها عشان شو يسوي؟ يزرع اثار تخصه، يزرع اثار تخصه. فاحنا هلا بنقول لربما بدهم شو يسووا؟ يسووا نفس السيناريو اللي سووه على أسوار مدينة القدس، يسووه فين؟ على أسوار المسجد الأقصى. خلع هذا الحجر دبه، شو بقول لك؟ بدي أصلحه. فبيغطي المنطقة كلها وبيمنع الناس تدخل. ليش؟ لأنه هذه منطقة خطيرة وقد يسقط منها الحجارة وقد يتضرر منها الناس، فيمنع دخول الناس، بيغطيها. بعدين شو بيجي؟ بيجيب عناصره وبحفر وبيقيم وبحط وبيوضع الآثار اللي بده إياها. بعدين بيطلع علينا شو بقول لك؟ ها هاي انا لقيت اثار لهيكل سليمان، وشو بدي اسوي؟ بدي احط ايدي على المسجد الاقصى لانه هذا المكان اللي كان فيه هيكل سليمان. هذا ليس بعيد عنهم. يعني بكل بساطة اخواني اي انسان الان يخرج من باب الاسباط، من باب خلينا نقول باب الزاهرة، باب الزاهرة، هو اخذ شمال شوي في ساحة خضراء حشيش في اخر الساحة قبل التواء السور، يتطلع فيه تحت الشباك اللي موجود خالص في ذلك المنطقة، راح يلاقي شمعدان. هذا شمعدان سباعي، شمعدان سباعي هو إشارة دولة إسرائيل زي ما سووها في الإعلان الأخير اللي موجود عندهم في إعلان القومية تبعتهم. هذا الشمعدان زرع زراعة قريبة جدا. بعد شوي شو بقول لك؟ بقول لك هذا الصورة، هاي الإشارة موجودة فيه، وهذا موجود زمن مين؟ زمن سيدنا سليمان. مع أنه سور القدس كله مين اللي بناه؟ سليمان القانوني، سليمان القانوني اللي بناه. يعني فين بده يمتد زمن سليمان القانوني من الدولة العثمانية لزمن سليمان قبل 3,000 أو 4,000 سنة؟ ولكن هم مش عمالهم، عمالهم بيزرعوا الرموز زراعة ويحتالوا على هذه الرموز ويحتالوا على الناس بأي ثمن، بأي طريقة، بأي حيلة يريدوا أن يلتفوا ويحتالوا على هذه. عشان هيك إخواني نقول إنه عملية ترميم هذا الحجر يعني لا تجوز لهؤلاء، لأنه هناك خطر عظيم من عملية ترميمهم. ثم كما قلنا إخوان لربما هم بيرمموا شو سووا مكان هذا الحجر؟ شو سوى؟ حفر في الداخل، وشو سوى؟ نفق يدخله لفين؟
لا داخل المسجد المغاربي او داخل المتحف الاسلامي، ويصير في عنده باب بطريقه ما او باخرى من السور، شو يدخلوا؟ يدخلوا على الاقصى ويطلعوا منها بطريقه ما بيشوفها اي واحد، يعني في الليل بيدخلوا بطريقه ما وبيطلعوا ما حدش حاسس فيهم. اي نعم هناك احنا بنعرف انه عندهم القدره انهم يدخلوا من البوابات، ولكن لن يعني يتوانى هؤلاء ان يكون في عندهم ابواب سريه للدخول الى المسجد الاقصى باي طريقه من الطرق للقيام بطقوس. يعني اذا هو بده يوصل لداخل المصلى القبلي او بده يوصل لداخل قبه الصخره، فعليا لازم يروح من الساحات، والساحات شو في عليها؟ عليها رقابه من الكاميرات وكل الناس، يعني اي واحد موجود هلا على جبل الزيتون حاطط مكبر او حاطط تلسكوب او حاطط كاميرا بيقدر يشوف شو مين عماله بيمشي على الساحات. بس هم شو بدهم؟ بدهم يوصلوا لداخل الغرف عشان يسووا طقوس داخل بنيان المسجد الاقصى من غير ما حدا يشوفهم. فهم بيحتاجوا لانفاق تحت ارضيه، وبيحتاجوا لانفاق لربما من الاسوار حتى انهم يدخلوا ويوصل للغرف مباشره من غير ما يمروا في الساحات. واذا بتتذكروا اخواننا اللي بيرجع للرؤى، في القديم تكلمنا عن رؤى في هذا الباب، وقلنا انه هناك ابواب يتم التخطيط على فتحها للدخول الى الغرف داخل المسجد الاقصى، ولربما يعني كان هذا عملهم او هذا لعمالهم بسو. عشان هيك بنقول اخوان، اولا لابد من التحقق من سبب سقوط هذا الحجر، ولا بد من التحقق من كل المنطقة اللي سقط فيها الحجر انه ما في خلل تم عمله عمدا، ولا بد من ان يكون الترميم للجهة المختصة الا وهي دائرة الاوقاف او الحكومة الاردنية هي اللي بتقوم بالترميم. يجب ان يسمح لهؤلاء انهم يدخلوا لوحدهم يرمموا ويصلحوا ويضبطوا كل الامور. ونذكر اخواني يعني حرمة المسجد الاقصى حرمة عظيمة جدا، يعني هم بني اسرائيل نفسهم يتكلموا بهاي الحرمة وبقول لك يعني ممنوع علينا ان ندخل الى منطقة الاقصى لقداسة المكان. هم بيتكلموا لقداسة المكان، هذا مكان مقدس في بكلامهم بعباراتهم، احنا بنعرف هذه القداسة في المكان احنا بنعرفها، ولكن يعني هم ايضا يعترفوا بقداسة المكان وبقول لك احنا مش على قدر القداسة. يعني هم بيعتبروا حالهم ان هم في حالة نجس، هم هيك بيعتبروا حالهم، وخاصة المتدينين عندهم في عقيدتهم اليهودية او بحسب التلمود تبعهم بقول لك كل انسان مر من مقبرة يعني داس على تراب مقبرة بصير متنجس، وكل انسان مشي تحت شجرة ايضا يتنجس، ولا بد من ان يتطهر. عندهم الطهارة، كيف احنا في عندنا طهارة يا اخواني؟ طهارتنا انك تروح على المي وتتوضا، انت شو صرت تطهرت مزبوط ولا لا؟ رفعت عن حالك عدم الطهاره وصرت متطهر وجاهز للصلاه. عندهم الطهاره بتختلف عنا، يعني بقول لك حتى انه احنا نتطهر لابد ان يكون عندنا ماء مخصوص، يعني بيجيبوا في عندهم نوع من النبات، هذا النبات يوضع داخل الماء يعني يغمس في الماء، هذا النوع من النبات. عندهم نوعين من النبات بيحطوه في الماء، وايضا بقول لك عشان نتطهر لابد ان يوضع في الماء رماد بقره حمراء. اذا انا جبت بقره حمراء وحرقتها واخذت رمادها بقدر اخذ شوي من رمادها وشو احطه في المي. فهلا هذا الماء اذا انا توضيت فيه اتطهر وترفع عني النجاسه، ان توضأت ورفعت عني النجاسه أصبح قادر الدخول إلى المسجد الأقصى، هيك باعتقادهم. أما دون هاي الطهارة لا يسمح لي أن أنا أدخل داخل المسجد الأقصى. وإحنا بنعرف إخوان أنه البقرة هم خلال رحلة حياتهم من زمن سيدنا موسى لغاية الآن، هم باعتقادهم حسب النبوءات تبعتهم أنه سيكون لدولة أو لبني إسرائيل 10 بقرات عبر التاريخ حتى أنهم يوصل للهيكل الثالث، لبناء الهيكل الثالث. يعني بناء الهيكل الثالث سيكون بطهارة رماد بقرة حمراء رقمها قديش؟ رقمها 10. وحسب هم كتاباتهم بيقولوا انه لغاية الان احنا طلع لنا عبر التاريخ 9 بقرات حمر واستخدمناهم وخلص رمادهم، فيش عندنا هلا رماد نحطه في الماء عشان نتطهر. فهم بيعتبروا ان هم في حالة نجس وليسوا على قدر الطهارة انهم يدخلوا المسجد الاقصى. وكما تكلمنا اخواني وقلنا
ان هم يضعوا لافته كبيره على باب المغاربه كاتبين عليها في العبري، بذكركم كمان مره وكمان مره وكمان مره، مكتوب على هي اللافته بكلماتهم: ها عليا لشيتا حارا بايت اسورا لفي هوراوت هاتورا لكدشو همكم، يعني دخول المسجد الاقصى ممنوع بامر التوراه لقداسه المكان. يعني هم بيعتبروا حالهم مش متطهرين، فلا يسمح لهم ان هم يدخلوا المنطقه او مسجد الاقصى. فالان اخواني يعني امام كلماتهم احنا بنتساءل، اذا هم بيعتبروا ان هم مش متطهرين وليسوا على قدر القداسه اللي موجوده داخل المسجد الاقصى، فكيف يقتحموا المكان؟ اذا انت بتقتحم المكان وبتدخل له، انت معناه بتخالف التوراه نفسها. والغريب العجيب انه كثير من المتدينين بيقوموا بالدخول مع هؤلاء الى داخل المسجد الاقصى، يعني كانه في اقرار توراتي او حاخاماتي للحاخامات تبعتهم بقروا للناس دخول المسجد الاقصى على غير الطهاره. فاذا انت بتدخل على غير الطهاره اللي موجوده في التوراه، وبتقول التوراه بتقول انه ممنوع يدخل هذا المكان غير المتطهر، فأنت تقول أنا سأدخل المسجد الأقصى وأخالف تعاليم التوراة. عشان هيك إخوان هم بيخالفوا تعاليم التوراة في كل الأحوال، بيخالفوا تعاليم التوراة في كل الأحوال، ودخولهم بعكس ما تأمرهم التوراة. هذا لا يعني أنه احنا نقر لهم ما في التوراة، أنا بتكلم على جهتهم، على طريقة تفكيرهم، كيف هم بيخالفوا التوراة. أنا بالنسبة إلي كتابي شو هو؟ القرآن الكريم. بالنسبة إلي أنا كإنسان مسلم بعرف إنه دخولهم مش بس لبنيان المسجد الأقصى ممنوع، بقول دخولهم إلى كل الأرض المقدسة ممنوع. يعني دخولهم إلى حيفا وعكا ويافا وتل الربيع وأم الرشراش وأي منطقة أخرى حرام شرعان، لا يسمح لهم في التواجد في أي منطقة موجودة داخل الأرض المقدسة. ليه؟ لأنه كل الأرض المقدسة هي مسجد كما علمنا الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى في خطابه لهؤلاء كان يقول: وادخلوا الباب سجدا، وادخلوا الباب سجدا. الغريب والعجيب أنه هاي الكلمات إنما جاءت معهم خطاب الله سبحانه وتعالى مين؟ لبني إسرائيل. شو كان يقول لهم؟ وادخلوا الباب سجدا. يعني أنت لما تنتقل من سيناء وتدخل الأرض المقدسة فين سرت؟ سرت في المسجد، هي المسجد الأقصى. وفي التوراة يمنع دخول منطقة المسجد الأقصى، يعني إيش؟ كل الأرض المقدسة لطهارة المكان، لأنه المكان مقدس، مكان مقدس، وأنتم مش على قدر الطهارة، مش على قدر الطهارة. الله سبحانه وتعالى منع عليكم دخولها لأنكم لستوا على قدر هذه القداسة. إحنا بنعرف أن الله سبحانه وتعالى منع دخولهم لفترة زمنية محددة. أنا ما بيجب أقول لك إذا أنت كنت متطهر ولا لا مسموح لك أو مش مسموح لك. أنا تعليماتي من فين بأخذها؟ من القرآن الكريم. القرآن الكريم شو بقول؟ بقول: وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا، لإمتان؟ حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج. فبقول لهؤلاء أنه بحسب القرآن يمنع عليكم دخول المسجد الأقصى، مش البنيان اللي بتقولوا عنه انتم 144 دنم، لا، المسجد الاقصى كما الاقصى كمكان المسجد الاقصى. يمنع عليكم دخول كل مكان المسجد الاقصى لكل الارض المقدسه، ما له علاقه بطهارتكم بالنسبه الي او عدم طهارتكم، اذا انتم كنتم متطهرين ولا ما كنتوش متطهرين، لقيتوا بقره ولا ما لقيتوش بقره، هذا ايش بيعنينيش. ايش اللي بيعنيني؟ الميقات الزماني لله سبحانه وتعالى سن لي، حط لي اياه داخل القران الكريم لحد ظهور يأجوج ومأجوج. فقبل ما تظهر يأجوج ومأجوج لا يحق لهؤلاء دخول المسجد الأقصى. بعد ظهور يأجوج ومأجوج اللي بده ييش بقول له: أهلا وسهلا، خلصت الحرمة، تستطيع أن تدخل إلى المكان كما تريد وكما تشاء، لأنه الحرمة، ميعاد الحرمة انتهى حتى ظهور يأجوج ومأجوج. هلا الله سبحانه وتعالى بين لنا انه حتى اذا فتحت يأجوج ومأجوج، شو بقول؟ وهم من كل حدب ينسل، يعني هم لن يقبلوا ان يلتزموا بهذا الميقات الزماني وسيعودوا قبل ظهور يأجوج ومأجوج. بعدين شو بقول سبحانه وتعالى؟ واقترب الوعد الحق. يعني دخولهم هذا المحرم الى الارض المقدسه قبل ظهور يأجوج ومأجوج سيكون سبب في ايش؟ في هلكتهم. واقترب الوعد الحق. عشان هيك اخوان نقول لهؤلاء انه هذا الحائط
هو جزء من بنيان المسجد الأقصى اللي انت بتقول عنه مكان مقدس، واللي انت بتقول عنه ممنوع انك تدخله لا قداسة المكان. فنقول التزم بهذه الحرمة، على الأقل التزم بالحرمة اللي جاءت في التوراة. ما بقول لك، مع انه يعني الأصل نحن ندعوك أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هذا الأصل أنك تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ولكن إذا أنت قلت ورفضت أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فالتزم على الأقل بتعاليم التوراة اللي أنت بتقول فيها أنه يمنع دخول منطقة المسجد الأقصى لقداسة المكان، وأنت تتكلم أنك أنت مش على قدر هذه القداسة، فكيف تسمح لهؤلاء الرعاة أنهم يدخلوا وهم على غير القداسة؟ كيف تسمح لهم؟ أنت بتقول أنهم مش على قدر القداسة ولازم يكونوا متطهرين، فكيف تسمح لهم؟ فهذا إخواني كله من قبيل الخداع والغش، وهم لا يريدوا لا أن يلتزموا لا بالقرآن ولا بالتوراة ولا بالإنجيل، يريدوا أن يفعلوا الأمور على أهوائهم. فنأكد إخوان نقول، فالحد الأدنى المطلوب حاليا من دائرة الأوقاف، الحد الأدنى المطلوب حاليا من الحكومة الأردنية أن تطالب أن يكون إشراف كامل إلها على هذه المنطقة اللي سقط منها الحجر حتى أنه يتم ترميمه. إضافة لهذا الشيء إخواني، منذكر أنه يعني بحسب القانون والعرف الدولي شو بيقولوا؟ الأرض وما عليها وما تحتها لمالكها، مش هيك بيقولوا في العالم كله؟ يعني إذا أنت في لك قطعة أرض ولقيت جواتها ذهب، هذا الذهب بكون لك ولا لا؟ يعني خذ بأمريكا أي واحد اشترى قطعة أرض طلع له بير بترول، شو صار؟ صار من حقه إنه يخرجه لهذا البترول. فنقول المسجد الأقصى يا إخوان بالعرف الدولي، يعني وأنت بتنادي بالعرف الدولي، يعني بحسب هذه الأعراف تحت الأرض وفوق الأرض جزء من أرض المسجد الأقصى، فكيف تستبيح لنفسك أن تقوم بحفر أنفاق تحت المسجد الأقصى؟ فالمسجد الأقصى يعني أرضه تحتها وأرضه سماءه فوقها لمين؟ إلى المسجد الأقصى نفسها. فنستغرب من هؤلاء أيضا كيف ينادوا بشيء ويفعلوا شيء آخر، يفعلوا شيء آخر. يعني الإشي الغريب جدا اللي بيسووه على سبيل المثال إخواني من أساليب خداعهم، شو بيسوي؟ بروح بيشتري له قطعة أرض 200 متر فين في منطقة سلوان مثلا على سبيل المثال، يحتال ويغش ويزور ويبيم وبحط حتى أنه يضع يده على قطعة أرض، وضع يده على قطعة أرض، شو بيسوي؟ بتلاقيه حط حواليها شبك، وبعدين شو بدأ يحفر في هالمية 200 متر من تحت الأرض، وبعدين شو سوى؟ زي الخلد تحت الأرض سوى نفق، وفين نزل فيه؟ امتد هذا النفق آلاف الأمطار حتى ما وصل تحت المسجد الأقصى. فأنت بتاخد قطعة فوق الأرض، شو بتسوي؟ بتعتبر أنه كل تحت الأرض سواء تحت هاي الأرض ولا أراضي الجيران صارت إلك. فلما يعني تحلل لنفسك ما تحرمه على غيرك، وبالتالي بتقول أنه تحت المسجد الأقصى مش لهؤلاء وصار هذا للدولة. هذا شيء غريب عجيب. يعني من الأمور إخوان اللي أنا بتذكرها إنه لما هم بدهم يسووا شارع أو طريق، بدهم يشقوا طريق، منذكر النفق اللي شقوه تحت منطقة الطور على سبيل المثال، بذكركم فيه من منطقة زعيم لمنطقة وادي الجوز، مسووا نفق تحت الجبل. لما سووا النفق شو عملوا؟ الجبل كله اللي تابع لأهالي الطور جابوا جرافات، أي قطعة أرض موجودة كان أهلها مزبطينها ومرتبينها أو زرعين فيها، جرفوا كل الأراضي، جرفوها كل أراضي قبل ما يبنوا إيش؟ قبل ما يبنوا الشارع الالتفافي وقبل ما يبنوا النفق، حتى أنه يمنعوا أي إنسان يستفيد من هاي المنطقة. وشو كانت الحجة تبعتهم؟ قال خايفين أنه واحد يوقف في هاي المناطق ويحمل حجر ويرميه على مين؟ على السيارات اللي بتبعد تقريبا كيلو كيلو ونص عن الأرض، تقريبا كيلو كيلو ونص عن الشارع، حرموا كل الناس من الأراضي اللي موجودة في ذلك المكان. فكيف تحلل لنفسك مثل هذه الأمور؟ وبعدين تيجي لمنطقة المسجد الأقصى شو بتقول؟ بتقول السور تبع المسجد الأقصى أنا بدي أحتله وأنا بدي أخده وأنا بدي أكون مشرف علي. أنا أقول حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء كل حياتهم خداع وغش ويحتالوا على الأمور. فإخواني نقول
يعني سقوط هذا الحجر لربما كان إشارة. هاي الإشارة يعني بتنبهنا لكثير من الأمور. إن أول إشي بتنبهنا للأنفاق اللي موجودة تحت المسجد الأقصى. لربما وصلت هاي الأنفاق لدرجة إنه الأسوار والحيطان تبعت المسجد الأقصى شو صارت؟ صارت تتخلخل وتتحرك من شدة الأنفاق اللي موجودة. يعني أنا آخر رقم وصلت له في عدد الأنفاق اللي صاروا مسويينها تحت المسجد الأقصى لربما 58 نفق، والله أعلم بحدود 58 نفق صار موجود تحت المسجد الأقصى أو حواليه هاي الأنفاق. فهذه كلها تؤدي لخلخلة الأسوار. وأيضا نتذكر إخواني لربما أيضا كان في هناك تجارب، وتحكينا في رؤى أنه في تجارب لصناعة زلازل اصطناعية. شو المقصد منها؟ خلخلة حيطان وأساسات وأبنية المسجد الأقصى، وهي الزلازل تزداد قوتها قليلا قليلا. لربما سقوط هذا الحجر كان في إشارة أنه الزلازل اللي وصلت لغاية الآن إلى منطقة المسجد الأقصى شو صارت؟ صارت خطرة، وصارت شو تؤدي إلى تشكيل خطر على الحيطان اللي موجودة للمسجد الأقصى. فكل هذه عبارة عن نواقيس تدق الخطر انه في شيء لابد من التنبه له. وطبعا اخوان كيف هم بينادوا حاليا وبقول لك انه في زلزال قادم على منطقة اسرائيل، وما بيقولوا في هذا الحكي، وعلى الجميع انه ياخذ احتياطاته ويقووا بناياته. فهم بنقول اعطونا هذا الحق، مش انت بتقول في زلزال جاي، وهذا الزلزال لربما لم يأتي مثيل له من 100 عام أو أكثر، وهذا الزلزال أنت مقدر أنه 60-70 ألف قتيل راح يكون فيه موجود، هيك أنت مقدر، ومقدر عدد البنايات ومقدر عدد الجرحى. يعني إشي غريب، يعني بحطط لك بالإحصائيات عدد القتلى والجرحى والأبنية اللي ممكن تسقط بأرقام دقيقة. يعني في أرقام بتحكي عن رقم 500، يعني مش لأقرب 1000، لأقرب 500. هاي دقة رياضية متناهية. شو معناه؟ معناه كأنه هو بيحكي عن مستقبل حقيقي، أو عن خطة هو حاططها وعماله برسمها، وشو بده يسوي؟ بده ينفذها بطريقة ما أو بأخرى. وإلا من يعلم الغيب ومن يعلم المستقبل؟ ألا يكون الغيب إلا الله، إلا لله سبحانه وتعالى؟ لا يعلم الغيب من في السماوات والأرض إلا الله سبحانه وتعالى. فهي الدقة في هذه الأرقام توحي لشيء، يعني فيه لرائحة غريبة وعجيبة الدقة اللي موجودة في الأرقام اللي هم حطوها. وإذا أنت كنت عمالك بتنادي وبتقول إنه في زلزال قادم ونديروا بالكم وخذوا احتياطاتكم، فإحنا نطالب إنه تعطونا الحق في إيش؟ في هذا الشيء، إنه إحنا نفحص جدران المسجد الأقصى وأساساته تحته وفوقه وعماراته، حتى إنه إحنا نتقي هذا الشر اللي انت عمالك بتحكي عنه. اذا انت رفضت فكأنك بتقول انا لا اريد للجميع انه ياخذ الاحتياطات الا مين؟ الى المسجد الاقصى. كأنك بتقول انا بدي الجميع يسلم بس بدي المسجد الاقصى شو يسوي؟ ينهدم؟ ينهدم؟ كأنك هيك بتحكي في واحدة من تنتين. اما انه انت كلامك عام وبتحكي مع الجميع وبتنبه الجميع، فبالتالي لازم تعطينا الحق داخل المسجد الأقصى للقيام بمثل هذه احتياطات وفحوصات وترميمات وأعمال تمكننا وتحصن وتقوي الأساسات والأبنية اللي موجودة، أو إنك يعني أنت واضع خطة سلفا، الخطة قائمة على إنه الكل يتصلح ويدير باله ويتقي شر الزلزال والمسجد الأقصى ينهدم. واحدة من هذول التنتين إحنا بدنا نعرف. واللي إحنا شايفينه إخواني انه لغاية الان سواء بلدية القدس، سواء دائرة الشرطة، سواء الشباب، سواء دائرة الاثار، كلها تمنع دخول لو كيس شمينتو واحد الى المسجد الاقصى. اخواني احنا بنعرف في فصل الشتاء، يعني الشتاء يعني استمر فترة طويلة بخلاف الاعوام اللي احنا شهدناها في هذا العام، اللي بيمشي بجهة الصور او خلينا نقول في الرواق الغربي من المسجد الأقصى، يعني من خلينا نقول ناخدها من باب الغوانمة. لفين ناخدها؟ ناخدها لباب السلسلة. وانت ماشي على البلاط زي اللي بده يلعب ألعاب الليجو، ألعاب شو اسمه هاي بتيجي على الأتاري، بدك انت تدير بالك
أنهي البلاطة اللي تحتيها مي وأنهي البلاطة الثابتة مش تحتيها مي. إذا دعست على البلاطة اللي تحتيها مي يعني بلاطة مش ثابتة، المي راح تطلع عليك من تحت الأرض وتملي لك ملابسك. هذا الاشي كنا كل يوم وإحنا ماشيين ندير بالنا، تتطلع أنهي بلاطة مفكوكة وأنهي بلاطة مش مفكوكة. ليه؟ لأنه معظم البلاط اللي موجود في هذا الرواق من باب الغوانم من باب السلسلة كله مأبع، ومش سامحين لأكم من كيس شمينته يدخل المسجد الأقصى عشان تقوم الدائرة الهندسية بإيش؟ برفع الحجارة، وضع قليل من الإسمنت وترجيع وإعادة الحجار مكانه. هذا الاشي شهدنا، وأي واحد إخواني اليوم يعني إحنا لا فصل الحمد لله انتهى الشتاء، ولكن تقدر أي واحد يتوجه لهذه المنطقة، وهذا الاشي بنطبق على كثير من الساحات، ولكن هاي المنطقة أكثر منطقة راح تشاهد هذا الخلل الموجود فيه. وامشي وانت ماشي تمك بإجريك اطرق على الحجار، راح تلاقي انه تقريبا بين كل حجرين ثلاثة في على الأقل حجر أو بلاطة كبيرة مالها طالعة من محلها. ولما نقول طالعة من محلها ليه؟ على الغالب إخواني على الغالب يعني إذا احنا بنطلع هاي الأبنية عمرها قديم جدا جدا جدا، يعني واحنا صغار انا بتذكر كل حياتنا قضيناها داخل اروقة وساحات المسجد الاقصى، ما عمرناش صادفنا يعني بلاطة مخلوعة داخل المسجد الاقصى. ليش فترة واحدة اجت فترة زمنية واحدة معظم البلاطة تخلع؟ شو معناه؟ معناه كأنه التراب اللي موجود عماله شو بيسوي؟ بضعف بتآكل من الاسفل، وكأنه المنطقة اللي موجودة تحتها صارت كلها غرف وأبنية، وبطل في قوة تماسك من الحفريات والأبنية اللي صارت موجودة تحت الساحات اللي موجودة في المسجد الأقصى المبارك. فبدأت هذه البلاطات مرة واحدة يعني تفلت وعمالها بتنخلع مرة واحدة. عشان هيك نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. فكمان مرة إخواني من نادي ومنطلب سواء من دائرة الأوقاف أو من الحكومة الأردنية أنه هي تطالب بحقوقها، هذا حق إليك ولا يستطيع أن ينازعك فيه أحد إلا أن يكون هناك أمر. يعني إذا في إشي يعني إذا أنتوا تنازلتوا على سبيل المثال، خلينا نقول واحد مخدين عليه ممسك مسكينه من خلاعه خلينا نقول ومش قادر يحكي، بسألك وبقول لك طب إذا أنت مش قادر تحكي شو مخليك في الوظيفة؟ اتركها للوظيفة واترك الباب لغيرك. اتق الله سبحانه وتعالى. إذا كانوا مسكينك من خنائك ومخدين عليك ممسك وقايلين لك يا بتتمك ساكت يا أما بنفضحك، اترك هذا المجال واطلع من هذا الباب واترك المجال لغيرك لعله يأتي غيرك من يستطيع أن يتكلم. من حقك أنك أنت تطالب بترميم المسجد الأقصى من الداخل ومن الأسوار، ومن حقك أن تفحص كل محتوياته من أسفله. هذه أرض وهذا بيت الله سبحانه وتعالى، والاتفاقية اللي ماضي عليها بني إسرائيل في وادي عربي تعطيك هذا الحق، فلما تتنازل عن هذا الحق إلا أن يكون هناك شيء؟ يعني على سبيل المثال أنت تنازلت عن المسجد الأقصى ومش حكي لنا، أما إذا أنت مش تنازل عن المسجد الأقصى فطالب. يعني شو اللي بسكتك؟ خلينا احنا نشوف انك انت طلبت، ونشوف انك انت عملت، ونشوف انك انت حققت. وانا مش عمال بقول لك انك انت مطلوب منك انت تصمد لابد الابدين. هناك من هو ات في الطريق وسيحمل عنك العبء وسيحمل عنك الجهد. يعني المهدي باذن الله في الطريق وهو على الابواب، وانت مطالب بايش؟ بفترة زمنية بسيطة يعني اكثرها 3-4 سنين وسيخف هذا الحمل عنك. يعني اصبر لك 2-3 سنين وكل هذا الحمل اللي انت حامله راح ينقام عن ظهر. اما ان انت فرطت في هذه الفترة الزمنية فانا انبهك انك انت اول من سيحاسب، واول من سيحاسبه المهدي، اول من سيحاسبه المهدي المفرطون الذين فرطوا بالاخص في المسجد الاقصى، في بيوت الله، في المسجد الحرام، في مسجد الرسول. هذه البيوت بيوت الله هي أهم الأماكن على وجه الأرض، وهي يعني أهم ما سينظر إليه الخلفاء، والمهدي سيكون خليفة على خلافة على منهاج النبوة. يرضى أن يراك تجلس في قصر وأنت من قبل قد فرطت في المسجد الأقصى ويقول لك خليك بقصرك؟ تعتقد أنه راح يقول لك خليك بقصرك؟ لا، ما راح يخليك. ولكن على الأقل لو انت حاولت
وأثبتت أنك حاولت وأنك تكلمت وأنك أخذت في الأسباب وأنك يعني رفضت جملة وتفصيلا وفي عندك عذر، ولما يقول لك ليش أثبتت له أنك أنت ما قدرت، لربما مين بيعرف أنه يعفو عنك، أنه هو يسامحك، أنه هو يلتمس لك عذر، من يعلم. أما الآن فأنا أقول إحنا في مرحلة حرجة، يعني في النهاية يا إخوان بيوت الله شو بنسميها؟ بيوت مين؟ مش بيوت الناس، هذه بيوت مين؟ بيوت الله. من يحميها غير الله؟ من ينصرها غير الله؟ هي محمية ومنصورة من الله، ولكن الله سبحانه وتعالى يستخدم بيوته حتى يبتلينا، حتى يبتلينا. كيف انت بتستخدم النار حتى انك تعرف المعدن الخبيث من الذهب من الفضة؟ بتستخدم شيء. فهذه البيوت الله سبحانه وتعالى يستخدمها حتى يبتلينا، حتى انه يفرقنا، هذا انسان منيح وهذا انسان فرط، هذا انسان حمى، هذا انسان باع، هذا انسان رابط، هذا انسان يعني خان، هذا انسان غش، هذا انسان صبر، هذا انسان جزع. كلنا كل واحد بده يبين على حقيقته من خلال هذا البيت، من خلال بيوت الله. وفي النهاية وما النصر إلا من عند الله، من الله سبحانه وتعالى. وأنت مطلوب منك أنك أنت تظهر معدنك الحقيقي في علاقتك مع هذا البيت من بيوت الله. إن تنصر الله في التكاليف الشرعية المطلوبة منك مع بيوت الله، مع عباد الله، مع خلق الله، إن تنصر الله ينصركم ويثبت أقدامكم. يعني هذا أمر الله سبحانه وتعالى، وهذا شأن الله سبحانه وتعالى، وهذا حال الله معنا. الله سبحانه وتعالى بهذه الطريقة يعامل. عشان هيك إخوان نقول لهؤلاء نحن في وقت حرج، في وقت حرج، وكل شيء بيصير الله سبحانه وتعالى بطريقة ما ييسر إنسان ويسخر إنسان حتى أنه يحطه أمام هؤلاء. شوفوا سبحانه وتعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يعني من عمل الله سبحانه وتعالى ومن تدبير أمر الله سبحانه وتعالى إنه دائما يطلع إنسان أو مجموعة من الناس تظهر الحقيقة لباقي الناس وتظهر المتطلبات الشرعية للمتقاعسين أو النايمين أو الغافلين، ويقول لك يجب أن تفعل كذا ويجب أن تترك كذا، يجب أن تترك كذا. والجميع إخواني مع هذا الإنترنت وهي الصفحة اللي الله سبحانه وتعالى سخرها صار على بينة وعارف شو الصواب وشو الخطأ، وعارف قوانين الله سبحانه وتعالى في الأرض المقدسة، وعارف المتطلبات الشرعية، وصرنا فاهمين وتكلمنا وسنتكلم أيضا طالما مكننا الله سبحانه وتعالى، وطالما أعطانا القدرة أن نوصل لهذا المجلس، وطالما أعطانا القدرة أن نتكلم أمام هذه العين، هذه الشاشة، سنتكلم ونبقى على أمر الله سبحانه وتعالى ونوضح ونبين ونظهر للناس هذه القوانين اللي الله سبحانه وتعالى جعلها وتتعلق في الأرض المقدسة في القرآن الكريم وفي أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. راح نبينها ونظهرها ونتكلم فيها وننبه الغافلين ونحذر المتواطئين ونثني على الفاعلين العاملين بأمر الله سبحانه وتعالى. راح نتمنى هذا حالنا، ولو الله سبحانه وتعالى قدر لنا أنه ينزعنا من هذا المكان ويمنع على الشقة، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يسخر إنسان آخر حتى أنه يقوم بهذه المهمة، لأنه هذا عمل الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هذه يعني الطريقة اللي الله سبحانه وتعالى بيعاملنا فيها، أنه دائما بينبهك ودائما بيحذرك ودائما بيعطيك. الله سبحانه وتعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. يعني كثير أمور الله سبحانه وتعالى وضع لك إياها كتحذير تنبيه قبل ما يعاقبك، وبعدين شو بيجي؟ بيجي العقاب الربان. فإحنا إخواني في هاي المنطقة الزمنية، منطقة زمنية ضيقة جدا، نقول هذه المنطقة منطقة آخر الفرص للجميع، للحكام والعلماء والوعاظ والناس أجمعين، لكل إنسان يستطيع أن يصل إلى المسجد، سواء المسجد الأقصى أو المسجد الحرام أو المسجد النبوي أو أي مسجد آخر من مساجد الدنيا، لكل إنسان قادر أنه يقرأ القرآن ويقرأ الأحاديث ويفهم المتطلبات الشرعية، لكل إنسان قادر أمر الله سبحانه وتعالى. فماذا هو فاعل؟ ماذا هو فاعل؟ هل سيكون على هذه الثغرة
وينفذ أوامر الله سبحانه وتعالى ويجتهد في تنفيذها أم سيتقاعص؟ هذا هو السؤال. فهذه فترة زمنية، شباك زمني قصير جدا، ما تبقى من هذا الشباك إلا سنوات قليلة جدا جدا جدا، وبعديها شو بدها تكون؟ بدها تيجي وقت المحاسبة. سيأتي وقت المحاسبة. لما نتكلم عن الوعد الحق، لا نتكلم عن وعد الحق في محاسبته فقط لبني إسرائيل وللنصارى. أي نعم ستكون هناك محاسبة، وسيقوم سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلام بكسر الصليب وذبح الخنزير ووضع الجزية وتخيير كل أهل الكتاب ما بين التزام الإسلام أو الموت. ستكون في محاسبة، ولكن أيضا ستكون هناك محاسبة من نوع آخر مع الزعماء، من منهم التزم بأمر الله وعمل لأمر الله، ومنهم من خان وفرط ووالى الشيطان وحزبه. ستكون لهم محاسبة، سيحاسبهم سواء المهدي الخليفة أو عيسى عليه الصلاة والسلام أو الاثنين، واحد فيهم مع الثاني، سيتم محاسبة هؤلاء. يعني ما تظن والله إنه هاي السنين اللي موجودة ستعطيك الإمكانية إنك أنت تجذر رجليك في الأرض. ما تظن إنه يجي ترامب أمريكا تقول لك أنا بحميك، أو يجي بوتين روسيا يقول لك أنا بعطيك، أو يجي أي واحد في الدنيا يقول لك أنا بمكنك. ما تظن إنه راح يقدر يمكنك، لأنه كل هؤلاء عبارة عن صور، واللي بيعطيهم القوة حتى انهم يسووا الامور هو رب العالمين سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى قللنا انه كل هاي الصور ستهزم، وقريبا باذن الله. وبعد ما تهزم هذه الصور ويأتي امر الله سبحانه وتعالى، من سينفعك؟ اذا ترامب ما راح يكون موجود، اذا بوتين ما راح يكون موجود، من اللي راح ينفعك؟ هل ستنفعك الناس؟ هل ستنفعك العلماء؟ هل ستنفعك العامة؟ هل ستنفعك الزعماء؟ هل ستنفعك الأسلحة؟ هل ستنفعك المال؟ ما في شيء راح ينفعك، ما راح ينفعك إلا التزامك بأمر الله سبحانه وتعالى. عشان هيك بقول لك من الحكمة الآن أنك تدور على الأقوى، بس إياك أن تعتقد أنه أمريكا هي الأقوى، إياك أن تعتقد أنه روسيا هي الأقوى، إياك أن تعتقد أنه الصين هي الأقوى، إياك أن تعتقد أنه بريطانيا هي الأقوى، إياك أن تعتقد أنه فرنسا هي الأقوى، إنه ألمانيا هي الأقوى، إنه كوريا هي الأقوى، إياك أن تعتقد إنه اليابان هي الأقوى، إياك أن تعتقد إنه الدنيا باجتماعها قوية. اعتقادك كإنسان مسلم يجب أن يكون مبني على أسم من أسماء الله، أن الله سبحانه وتعالى هو القوي، هو الجبار، هو العزيز، هو المتعال، ولا قوي غير الله سبحانه وتعالى. فكل هؤلاء لن ينفعوا. فمن الآن بقول لك خذ الجهة اللي راح تنفعك لقدام. هني الجهة اللي راح تنفعك لقدام فقط إن كنت مع الله سبحانه وتعالى، هاي الجهة الوحيدة اللي راح تنفعك. حتى لو البقية حاولوا يضروك، ما راح يضروك إلا أذى. يمكن يأذوك، يمكن يمنعوا عنك الطعام الشراب، يمكن يمنعوا عنك ضوء الشمس، ممكن يمنعوا عنك إنك أنت تشوف أهلك وناسك، ممكن يعذبوك، هذا كله أذى إخواني، ولكن لن يضروك. المضرة الحقيقية انهم ينزعوك من الجنة ويحطوك في النار، هاي هي المضرة. المضرة الحقيقية انه هو ينزع درجتك في الجنة، ينزلك لو حتى شبر واحد داخل الجنة، هاي مضرة. اما الأذية في الدنيا ما بتفرق. ليه؟ لانه هاي الدنيا بغض النظر قديش اوذينا فيها فالى انتهاء، ومهما كان التعب فيها راح ننساه مع اول ان شاء الله شمة نسيم. أول ما أنا أشتم رائحة الجنة كل الأذى اللي أنا تآذيته في هذه الدنيا راح يروح. وهذا بصحيح الحديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال سبحانه وتعالى أوتوني بإثنين من أهل الدنيا، يعني أشقاهم وأهناهم، وجاب أشقاهم شو قال له؟ قال الملائكة اغمسوه غمسة واحدة في الجنة. فاتوا بهذا الرجل اللي هو اشقى اهل الارض من مله الايمان، ان اكثر واحد كان تعبان في الدنيا، يعني لربما ما كان في له ايدين ولا كان في له اجرين، وما كان في له عينين، وما كان قادر يسمع، وما كان يقدر ياكل، وكان واحد يسوي يحمله من شقه لشقه ويطعميه في هالقطاره، يعني حياته كلها من ابتدائها لانتهائها كرب في كرب، ما في عنده لحظه واحده قدر يشم فيها السعاده كلها. فبيجيبوا هذا البني آدم، شوفوا سبحانه وتعالى اغمسوه غمسة واحدة في الجنة واتوني به. فبيجيبوه شو الغمسة؟ يعني هيك بهذا الشكل بحطوه برجعوه، مش بحطوه بوقفوه، لا
بدخلوه وبرجعوه. هاي الغمسة كيف لما انت تاخد الخبز وتضعه في الزيت وبترفعه، هذه غمسة منقول غمسنا، هذه غمسة. فبيغمسوه في الجنة غمسة واحدة وبرجعوه لله سبحانه وتعالى. شو بيسأله سبحانه وتعالى؟ بقول له يا فلان هل ذقت في الدنيا شقاء قط؟ شو بقول له؟ لا والله يا الله لم أذق في الدنيا شقاء قط. فين الشقاء اللي كان عايشه؟ وفين الهم اللي كان عايشه؟ وفين الغم اللي كان عايشه؟ وفين التعب اللي كان عايشه؟ ما شاف لحظة حلوة، بس هذا كله انتسى مع ايش؟ مع اول لحظة في الجنة. والجنة اخواني خلود ولا ممات، والدنيا وما امر الساعة الا كلمح البصر او هو اقرب. ما بتلحق تنولد اللي هم حاملينك عشان يدفنوك، هذا اذا صحلنا هالمتر بمترين ندخل فيهم. وزي ما احنا شايفين حوالينا، وللأسف اخوان نقول وصلنا للزمن انه يعني آلاف ولربما عشرات الآلاف ولربما مئات الآلاف عمالة تذبح وتقتل دون أن تدفن. وفي بورما على سبيل المثال شفنا كيف أنه بيطعموهم لمين؟ للنسور، يعني النسر بيوضعوا قدامه الناس عشان تاكله أو برموه في البحار أو برموه في النفايات حتى يتنفخ ويعفن هذه الجثة. فنقول إخواني يعني إن صحت لنا هاي البقعة الصغيرة اللي توارى فيها التراب، ان صحت لنا بنقول ما بتلحقني ولاد الا انت ايش؟ الا انت موضوع في هذه الحفره. وما امر الساعه الا كلمح البصر. يعني نسال حالنا يا اخواني، بني ادم انولد قبل 60 70 سنه، كيف وصل هلا عماله بتعكز على العصاي؟ كيف يا حجي وصلت له على العصاي؟ كيف مر عمرك؟ كيف؟ زي لمح البصر، ما بتعرف قبل شوي يعني كنت تلعب في الحاره، قبل شوي دخلت المدرسه، قبل شوي تجوزت، قبل شوي اجاك اول ولد، قبل شوي اجاك اول حفيد، قبل شوي اجتك اول مشكلة، او قبل شوي اجتك اول فرحة، كلها اي شغلة بحياتك شو تقول عنها قبل شوي، قبل لحظة، كيف ما بتعرف. وهذا الاشي لو سألته لواحد عمره 20 ولا 30 ولا 40 ولا 50 ولا 60 ولا 70 ولا 100 ولا حتى 1000 بقول لك نفس الشيء. وتكلمنا يا اخواني بذكركم قصة سيدنا ادم، يعني كتب له 1000 سنة لما اجاء ملك الموت شو قال له؟ قال له لسه في الى 40، فكر انه لسه في الى 40 سنة. ليه؟ لانه الزمن مر بسرعة وما حس فيه. وسيدنا نوح اللي عاش تقريبا 1760 سنة 1720 سنة كما يقول يعني في افضل الروايات عن العلماء، لما سألوه كيف دخلت قال كأني دخلت من باب الحياة، يعني على الشقة الاولانية شو مكتوب؟ ولادة، وعلى الشقة الثانية شو مكتوب؟ موت. نفسه الباب، هو الباب اللي دخل منه شو سوى؟ طلع منه، يعني فتح الباب من الولادة على فين عشان ينط على فين؟ على الموت. هذه حال الدنيا، وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب. عشان هيك يا إخواني منقول مهما كانت هذه الدنيا فيها أسى وهم وغم، ومهما كانت صعبة الأذى اللي فيها إلى إيش؟ إلى زوال، لأن الدنيا زائلة. المهم ما يكون الضرر عليك فين؟ أن تعذب في نار جهنم. ليه؟ لأن الخلود في نار جهنم بلا ممات. يعني عندما يصير أهل الجنة إلى الجنة وتصير أهل النار إلى النار، في حديث الرسول يؤتى بالموت على شكل كبش ما بين الجنة والنار ويذبح، وينادي مناد في أهل الجنة ويقول خلود ولا ممات، وينادي مناد في أهل النار ويقول خلود ولا ممات. يعني الحديث طويل، ولكن يعني في قصة الحديث إنه أهل الجنة لما تسمع إنه خلود ولا ممات فبقول لولا أن الموت قد ذبح لمات أهل الجنة فرحا، من شدة فرحهم كان ماتوا، بس شو سوى سبحانه وتعالى؟ كان ذبح الموت قبل ما يحكي لهم. ونفس الإشي على أهل النار، لو أن الموت لم يذبح لما تسمع أهل النار خلود ولا ممات لمات أهل النار كمدا من شدة حزنهم ومن شدة شقائهم. فلا تضيع نصيبك في الجنة في هذه الدنيا الفانية مهما كانت حياتك صعبة. ما تقول والله أنا ما استحملت ما قدرتش، لا بقول لك بتقدر. ليه؟ لأنه بكل بساطة الله سبحانه وتعالى في القرآن علمنا وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. شو يعني؟ يعني لو حملك الجبال بيعرف أنك أنت قادر، ولن يحملك أكثر من طاقتك سبحانه وتعالى، فهو الرحمن وهو الرحيم. ولكن تحميلك هذا الكم من هذا الجهد من هذا الشقاء من هذا العذاب حتى أنك أنت تصبر، ويعلم سبحانه وتعالى أنك تستطيع أن تصبر.
فلما تصبر على هذا الحمل الثقيل يأتي الثواب، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقاضي. اللهم انصر أقصانا وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحسن الله لكم، بارك الله فيكم. هذول كلهم هم زرعوها، المسجد مليان مثل هاي النجمة. روح على المحراب وشوف، على ابواب والايدين في النجمة، وعلى الجوانب في النجمة، يعني هم زرعوها زراعة. يعني كانوا يشترطوا اصلا على الاوقاف، يعني عشان ندخل لكم المنبر لازم نحط فيه الرموز تبعتنا. فالاوقاف وافقت، يعني لو انا كنت محلهم برفض انه يدخل المنبر، ما بدي المنبر، كان تمينا على المنبر الحديدي وبدون رموز، افضل من دخل المنبر اللي هو شبيه منبر صلاح الدين مع رموز الماسونية، كله موجود عليه الرموز، وعلى السجاد نفس الشيء في رموز ماسونية، على الحيطان موجود رموز ماسونية، يعني كل الاقصى موجود عليه رموز ماسونية وللاسف. كلها كلها كانت